السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. اليوم جيت بإذن الله لجبال الخشعة. الآن طريق إلى الخشعة، نهاية الشارع من عند تمويلات أهل القرية. طبعاً التمويلات لا تروح على طول. طبعاً إذا جاكم الجبل هذا خذ يمين تحت الضغط العالي، وهذا الوادي امسكوا معه لين تروح الى الجبال هذيك. ما شاء الله تبارك الله، الوادي هذا الطريق الى الجبال يمين، هناك مقفل تاخذ يمين. ما شاء الله تبارك الله، شوف المويه نازل من الصفا، الاجواء خيال. طبعا هنا خرار الخشعه، هذا المدخل حق الخشعه. شوف من هنا تطلع، هنا شوف السيارات. يلا نتحييهم. اللي واضحين شوفوا، هنا بنشوف في موي هنا ولا لا. ما شاء الله تبارك الله، بس نشوف في موي هنا ولا لا. شوف الموي، سبحان الله، اذا قلت المويه تنزل من تحت الارض. الله الجو. بسم الله توكلنا على الله. عدبل الثقيل وعلى هونك. كذا انتهينا. طبعا انا نازل ان شاء الله بوريكم الجبل فالنزول وصعوبته كيف. هذه الخشعه فوق. ما شاء الله تبارك الله، هذه جلستنا، هذا عصير نحطنا في الثلاجة. ما شاء الله تبارك الله. أهم شيء عندي الحبيب تيم. شوف فين، شوف تمساح في جبال الخشب. شاطر، احسنت. الاجواء توب التوب، شيء خيال. سبحان الله العظيم، أحواض طبيعية.
هنا تحرس لان الشغله زحاليق. خليك هنا شويه عزكم الله. اوه شو الله ذول طالعين من السفر. طبعاً هذه يعني نهايتها مي سعيدة، نهايتها دمار موت حتى هذيك. تعال شوف الضفدع هنا ديما. المهم شوفوا كيف اذا جاء في مكان يخصه. شوفوا شوفوا هنا هذا شوف ليش 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 ها ليش 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 ليش. تعال 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 تعال. هيا 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 ليه هذا نطلعك تتمشى عشان تستمتع. ليه ليش كذا تسوي ها؟ بس بس عيب عيب عيب. اه قد عاد ايش كذا كذا زاك زاك ليه؟ الله يا عبيد. تعال 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 هيا 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 روح مكانه الأول. بسرعة 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 يلا. ها ايوه يلا 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 مستنقع حقك يلا يلا بسرعه. شوف شوف كيف يعدي. شوف بسرعه 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 يلا 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 خلاص انبسط. ليش يجين يجين. شوف تعال تعال هنا. ليش تروح بعيد؟ تعال ليش تروح بعيد ها؟ تعال ليش تروح بعيد؟ ليه 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 تروح بعيد؟ ليه 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 تروح بعيد؟ ليه ليش تروح بعيد؟ تعال مش. اخر حد لك ما تقدر توصل كذا ها. تعال ليش تروح بعيد؟ ليش تروح بعيد ها؟ تعال تعال يلا تعال يلا تعال 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 يلا تعال تعال امشي يلا. ايوه ايوه شاطر شاطر تعال شاطر يلا يلا تعال هيا تعال اقول امشي امشي. اقبلت سحب الخير ما شاء الله تبارك الله. صورة بانورامية. تغيير جو
أبطل على الجبل عشان أوريكم جمال المنطقة. سلام. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. طيب. القمة فوق. قبل الخلفية شيء على مستوى ولا أحرم نفسي من التصوير مع الطبيعة صورة بانورامية. طبعا ذكر جبال اللوز في تبوك. مثل ما قلت لكم التوقعات إن شاء الله اليوم الخميس الونيس أمطار من شاء الله تعالى. الآن أمطار جهة رابغ من الصباح ونقول إن شاء الله أن الله يرزقنا الغيث معهم. قول آمين. إهداء إلى علم البراري والأمطار الحبيب الغالي عبد الله متابعين الكرام. اليوم الخميس 1/6/1442 جبال الخشعة وادي نعمان مكة المكرمة.